$200,000 وقاعدة بتيك توك؟ رح أقول لكم أخبار فنية وكواليس مش حاكيتها قبل، لا بالسوشيال ميديا ولا بالإعلام. ناطرين الأسد، شكل الأسد مش جاي أو بالطريق. خلص ما رح أقول. هالجملتين سمعناهن بتيك توك خلال الفترة الماضية وأثاروا ضجة كبيرة، لأنه السبب فيهن هن فنانتين مشهورات كتير بعالمنا العربي، وما توقعنا أنه بيوم من الأيام يوصل الحال فيهن ليحكوا مثل هيك. الأولى ديما بياعة والتانية نسرين طافش، واللي هن مثل نجوم كتار بعالمنا العربي تواجدوا على تيك توك، ولكن هالتواجد بأغلب الأوقات كان غير مرحب ووقعهن بمشاكل مع الجمهور. ما كان دخول الفنانين لعالم تيك توك أمر طبيعي، وأثار هالأمر حالة من الجدل بين الجمهور وحتى بين الفنانين بأنفسهم، وانقسمت الآراء بين اللي أيد هالتواجد وبين اللي عارضوا جملة وتفصيلا، معتبرا أنه هالأمر معيب وما بليق بالفنانين، في حين برر البعض هالتواجد بسبب ندرة فرص العمل والاشتراك بالأعمال الفنية ليحققوا بالتالي الكسب المادي، بالإضافة محاولة لجذب انتباه المنتجين والمخرجين لإلهم. وبالعودة لتفاصيل الموقف المحرج اللي تعرضت له ديما بياعة خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك، جمع بثلاث شخصيات أخرى وهنن الممثلة هدى الشعراوي وتيك توكر يدعى بطران وأخرى تدعى رشروش. وبلشت المشكلة لما سأل بطران ديما عما إذا كانت قد شاركت بالمسلسل السوري باب الحارة، لترد عليه بأنه انعرض عليها بس هي ما وافقت على المشاركة، ليبادر بطران بالسخرية من ردها معتبرا أنه ما انعرض العمل بالأصل عليها. لترد عليه ديما: والله لو تعرف مين أنا يا بطران بتعرف أنه مني من هالنوع. ليرجع بطران ويكفي سخريته من ديما بياعة وسألها عن أجورها بالأعمال الدرامية اللي بتشارك فيها. الله كم تاخذين على المشهد؟ الله يلا تكبير يلا 150,000 دولار 200,000 دولار حسب. هالشي دفعه للسخرية منا قائلا: 200,000 وقاعدة بتيك توك؟ يلا شو 200,000 دولار قاعدة في تيك توك؟ أنا ماني قاعدة بتيك توك. الله ها أنا ما صار لي أسبوع فاتحة عم بتسلى مع فانزاتي. هي العزام. شو فانزاتي حبيبتي أنت؟ جايبة هاي من دار مسنين فاتحين بث من الصبح. يا حرام. إيه. هاي اللي في الكومنت. بطران. بطران. أتكلم عن واحدة في الكومنت عندي. هلا هلا. إساءة ما كانت إلي، يعني هو كان عم بحاول يتهاضم بس أنا تضايقت كرمال ست هدى. أنا الكتاب أعتذر منها الثانية. اللي كانت معاك الممثلة الثانية حتى ما أعرف شو اسمها ولا عرفتها أنت ولا هي. أما تفاصيل موقف نسرين طافش واللي عرضها لموجة من الانتقادات الحادة، فاللي صار هو أنه نسرين طلعت ببث مباشر على تيك توك لتحكي عن مواضيع مختلفة، ومن بينها أهمية إبعاد الأطفال عن مواقع التواصل الاجتماعي، لترجع من بعدها تطلب طلب غريب من جمهورها واللي هو هدية أسد مقابل الكشف عن أخبار فنية وكواليس حصرية مش حكيتها قبل، والمعروف أنه الأسد هو أكبر هدية ممكن يتلقاها التيك توكر من قبل الداعم. ورح قلكن أخبار فنية وكواليس ماني حكيتها من قبل ولا بالسوشيال ميديا ولا بالإعلام، بس ناطرين الأسد، شكله الأسد معنا جاية أو بالطريق. أوكي خلص ما رح أقول. بردة على الانتقادات والهجوم بررت نسرين الموضوع بأنه التكبيس والمزح بيعمل جو لأنه بيرفع الريتش وأنه لازم نمزح لأنه نحن مو بدرس مواعظ، وشنت هجوم على المنتقدين بأنه ألغوا ساعتين من البث المفيد وركزوا على مزحة، وهالشي بدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف ناس محترمة وراقية وبتسوى رأسنا. وكمان من بين الفنانين اللي تعرضوا للانتقاد الفنان وائل شرف واللي طالوا انتقادات واسعة بسبب ظهوره بالبثوث المباشرة على تيك توك، وكمان انقسمت الآراء حوله بين اللي شاف انه وائل عم بيكون عفوي وعم يتقرب من الناس وبين اللي شاف انه ظهوره ما بليق باسمه ولا بمكانته الفنية. عدد التعليقات واحد بس على فكرة شباب، في بس تعليق واحد والوحيد هو يلي قال لي انه انا بس افتل هيك عم يستفزه انه انا بس افتل. انا رح اقول لك شغلي حبيبي، اذا انت عم تستفز من هاي الفتله
أنا قبل ما أفتل هاي الفتلة رح أعمل لك هيك بإيدي، طول ما أفتل رح أعمل هيك بإيدي، فأنت رح تعرف إنه هلأ بدي أفتل، فغمض عيونك، غمضهم مشان غمضهم مشان ما شو تستفز. طبعا مثل ما قلت لكم بالبداية إنه الانقسام بالآراء حول تواجد الفنانين على تيك توك كان مو بس بين الجمهور وإنما حتى بين الفنانين، وبنبدأ مع الممثلين اللي أيدوا فكرة التواجد على تيك توك، ومنه نزار أبو حجر اللي عبر بمقابلة عن حبه الكبير لهالمنصة واللي ساعدته بالربح المادي وقال موت على التيك توك، الله يخليلي سلامة قلبك، الله يخليني التيك توك يا رب، الله يديمه علي. وأضاف أحسن ما اعتاز شركة تمثيل وأحسن ما احتاج مخرج. وعند سؤاله حاول هل هالمنصة أفقدته مكانته الفنية قال ولا أفقدتني واحد بالألف، واختتم بتصريح صادم إذا بدك تعرف الرزق على الله افتحي التيك توك. أبو غالب 2022 بليلة بلبلوكي وبحساب جديد على التيك توك فوتوكي ومع أحلى عالم لح يجمعوكي يا عزيز. تبعت لكل مين عم يتابعني على التيك توك بحسابي الجديد الصحة والعافية وألف ليرة انجليز. بليلة بليلة بلبلوكي. وبنكفي مع إيمان عبد العزيز اللي قبل دخولها لعالم التيك توك أعربت عن رغبتها لفعل هالشي وردت بمقابلة على شكران مرتجى اللي كانت اعتبرت إنه التيك توك إشحادة. قال لي شو بلشتي تشحدي لحتى أجيتي على التيك توك؟ وكانت هي الأولى والأخيرة. ما بدي يكون شحادة على تيك توك، كرامتي قبل الدنيا كلها، أنا ممثلة. وردت إيمان بالقول بلش كرامته، هي ما فيها كرامة، يمكن هي شكراً كمان بوجه لها تحية، هي يمكن مكتفية مادياً. وأضافت إيمان مدافعة عن كل من خاض هالعالم برر لكل الفنانين لأنه ما عم يشتغلوا كتير وهيدي ما نشحادة ولا إهانة للكرامة. كما بررت سوسن ميخائيل تواجدها على تيك توك وقالت إنه هي مجبرة على الظهور ببث مباشر عبر تيك توك، وقالت بمقابلة صحفية أنا بس مجبورة أفتح لايف على تيك توك لأنه الشغل كتير قليل وأنا بدي أعيش. حبيبة قلبي فيكي تخرسي وتنضبي، فيكي تخرسي وتنضبي لأنه فيشتك كليات عندي، الماضي المزهر المبهج. وكمان جيني اصبر برر الظهور زملائها عبر التطبيق ببث مباشر بشكل شبه يومي مع الجمهور، وهالشي ارجعته للاجور المتدنيه اللي عم يحصلوا عليها، هو الامر اللي عم يدفعهم للظهور على منصات التواصل الاجتماعي بشكل دائم رغم كل الهجوم اللي عم يتعرضوا له. ومثل ما في اللي برر وقبل التواجد على هالمنصه، في اللي رفض واعتبر هالشي عم بقلل من قيمه الفنانين ومكانتهم بين الجمهور. ومن ابرز المعترضين عابد فهد واللي رفض بشكل قاطع الظهور عبر تيك توك. نطلع نحط نقسم الشاشه بالنص هيك ونصير نضحك على بعض على اساس نعمل وقت. وقال عابد فهد هذا ليس مكانكم، من العيب ان تظهروا في بث مباشر لتحصلوا على المال، وافضل ان تكسبوا دخلكم بطرق محترمه اكثر. واضاف فهد لا اجدها ملعبا لي ولا ارى نفسي استطيع ان اجاري المنافسين بهذا المجال، وانا نفسي بغير مكان. وبيتفق مع عابد فهد محمد خير الجراح اللي قال بتصريح صحفي عندي استعداد اشتغل شوفير تاكسي ولا اعمل هيك شيء. ولكن بنفس الوقت برر الجراح اضطرار البعض للتواجد على تيك توك وقال انه ما بلوم الفنان اللي لقى بهالتطبيق منفذ للمشكلات الماديه اللي بيتعرض لها. وفراس ابراهيم كمان من المعترضين واللي عبر بلقاء عن امتعاضه من بعض النجوم اللي بيستخدموا تيك توك من اجل الحصول على المال لتامين معيشتهم، مؤكدا انه ما بيحب رؤيه الفنانين عم يهدروا كرامتهم على تيك توك من اجل نيل الاعجاب والحصول على المال. دخلت على التيك توك بعد ما عملت الصفحه، لقيت الصفحات المجنونه الناجحه هي البذيئه.
وقال إبراهيم لا يمكن أن أفعلها مهما كانت الظروف، كما أشار إلى أنه اللي بيلجأ للتيك توك ليحصل على المال مضطر للقيام بتصرفات معينة لجذب الجمهور، وهالشي غالباً ما بيعرضهم للسخرية. هلأ يمكن التيك توك مش أفضل منصة وجدت لتواجد الفنانين اللي تعودنا نشوف صورتهم بمكان معين، هالمكان اللي بعيد كل البعد عن الإسفاف والتهريج بغية الحصول على المال. ومع أنه في فنانين دخلوا عالم التيك توك واعتبروا نفسهم أنه هنن ما عم بيخوضوا مجال هالعالم لآخره من تحديات وأفعال غير لائقة مثل كسر البيضة على الرأس وحط الطحين على الوجه، بس هيدا الشيء ما منع الانتقادات أن تطالن. برأيي الانتقادات البناءة كتير مهمة، بس ما فينا نصير نحاسب ونطلق أحكام جائرة على بعض الفنانين، مثل ما قلت بعضهم مو الكل اللي وجدوا بهالتطبيق ضالتهم مع صعوبة الأوضاع الإنتاجية بالدراما وصعوبة الأوضاع المعيشية، ونصير نطلق ألقاب مثل الشحادين لأنه كتير مريح الشعور للبعض لما يكونوا عم يحكوا من فوق من برجهم العاجي وبيوجهوا تنظيرات مش بمكانها. أنا هيدا رأيي، انتو شو رأيكم؟ شاركوني بالتعليقات وما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس.